hacerlo mal, de dormir y todo. Gracias.
decir, a los amas, a Dios, o a los amas también, ¿verdad? Cuando es algo de adelante, va a Nazaret, a donde es su madre, va a Nazaret, a Nazaret. Como el hermano, yo va, en lugar voy a un machismo a la con chas es con machismo a la Thank you.
Señor, como acá, como acá no va la biología, más feliz, ¿no? Cuando estás en confianza, que va a transmitir a tu actor de aquí. Pues, para ir con la vida, ¿no? Para ir a poder así, así es que yo, ¿sí? Así es que yo, así es que yo. Смотрите, ты рады, что не могли. Но сейчас хапа, еще, пусть еще. Как и на хапа, 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 الحين قرار سليم هنا حاسوب يكون هنا قرار سليم سليم صح وهنا تعطينا استخدم مثلا أداة جديدة. دور بدأ على التازة كويس مطلوبة.
حصل خطأ في أثناء عملية مثلا الزراعة أو شيء. الخطأ هذا فيه من الشهر، هو مشهر إيش؟ هو حشوة مثلا. في خطأ من الشهر. السبب هو أنه استخدم تدريبه. السبب ما كان عنده مهارة في أداء جيدها. أنا على شنو؟ هو أخطأ واعتذر عن الخطأ هذا وسوي له معاد تدريب. تمام؟ هو ثاني مرة استخدم نفسه وضع قديم واشتغل لأنه هو كان مانع في أداء تدريبه. لما بين الأول صار عنده مشكلة. العكس لو كان أنا أبقى في الأسنان طيب روح للشخص الخطأ روح لواحد طبيب دور متخرج ناس مصورة يقولوا ما أخذ منه ما يفهم أصلي بقول إيه لو الواحد كان أخص هذا سبب بالنسبة لي فلما روحت تمام كان القرار هذا عندي خطأ النتيجة كلها هتكون ليش؟ لأنه قرار صحيح، ما أتوقع منه مجاز جيد. ما أتوقع منه مجاز جيد. بالتالي هذا الشيء الموقع. هنا من ناحية قرار أنا. لكن من ناحية أنا لو كنت طبيب جاني شخص تمام؟ بالتالي لابد أن أكون إيش؟ أبدأ أخطاء قد ما أقدر في المشاهد فإني أكون يعني متخصص في مجالي وأرفض تمام الإشكالات اللي أنا ما أفهم فيها فممكن لو جاني واحد مثلا أنا طبيب أسنان وجاني واحد قال له والله أنا عندي صداع أنا ما أصلح ما أفتي في شيء جاني شخص والله عنده مشكلة أسنان تمام لكن أسنانه فوقيا فيها مشكلة ترى لو مثلا بدات تقول لا والله مش طبيعي انا موجود في مستشفى ثاني ما مش مستشفى لازم امتنع التنفيذ دي هل ممكن ما تعطي نتيجه او انجاز مناسب عشان كده في بعض الفنانين مثلا الموجودين تلاقيهم مثلا في سن معين في سن 29 30 تلاقيها 9 ليش؟ لانه ما يظهر عنده انجازات فوز على مستوى 10 سنين كده خلاص يعتزل ويحافظ على الانجاز العلمي لكن له اسباب ممكن بسبب عوامل الظروف النشاط ممكن بعدين ايش يبدا يخش فيه اخطاء لو كنت الاخطاء الانجازات كلها تكون وهنا برضه نحن معك معاك الطرف الوعي بهذا الأخطاء يصير هنا الخسارات أكثر. شايف؟ وهذه هي بشكل عام الفرق الفرق بين الوعي. أتمنى أن أكون واضح. شكرا لكم.